ام سالم صباح الخير. يا هلا صباح النور. حياك الله، حار لك. شلونك؟ طيب الله يسلمك. محمد كرم. ها مستاذ. شلونك؟ شنو الله يعزك. حبيبي انت تاج. الله يسلمك ام سالم. الله يعزك. محمد كرم. الله يعزك. انت تاج على 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 عرافنا كلنا. الله يعزك، مشكورة. والعربي تاج. ها؟ وعبد الله الجمالي ما يستحق التصفيق. عدل. عبد الله الجمالي اهدى المباراة القادسية. ليش مسالم؟ عبد الله الجمالي لو شفته انا بعيوني هذا اللي بشوفه. بس سوى وش سوى مسالم؟ لحظة حبيبي عبد العزيز، انت عاد غالي، خلي اتكلم تكفى. اي اوكي خذي راحتك. عبد الله الجمالي لو صادفته انا باي مكان لا شغل معاي. لا شو تسوي؟ العربي لا شغل اليوم معاي. الدليل ان العربي هو الافضل، ان الرشيدي كان نجم المباراة لانه كان بالضبط على القادسية. الرشيدي نجم المباراة فعلا ويستحق انه يكون نجم المباراة. صح، عيد نجم المباراة. العربي هو اللي ضاغط وهو اللي لعب. عبد الله الجمالي بلنتي واضح، لاعب طاح انطق من لاعب القادسية في منطقة الجزاء والمباراة وخلى المباراة تمشي، ما درى عن اللاعب. عادل اليوم سالم. طيب عادل اليوم سالم. عادل ترى الخط انقطع منك يا مسالم، مو منا احنا، ما لنا شيء. اي بس لا خلاص.